كابتن طلعت، احنا طبعا عرفنا النهارده ان ليبيا بقت 6 نقط خلاص ما شاء الله، مباراتين مكسب على ملعبها وخارج ملعبها. باعتبار حضرتك عشت فتره طويله في ليبيا، منتخب ليبيا من وجهه نظرك اولا كلهم المحليين ولا فيهم محترفين؟ لا، فيهم بعض المحترفين، يعني فيهم المهدي ده في الترجي، مؤيد اعتقد انه في الرجاء المغربي، والصولة اعتقد ان هو برضه في بيلعب في تونس. دول يمكن احتراف عربي، يعني مفيش حد في اوروبا. لا، احتراف لا عربي. لا. اوكي، تقيم المنتخب الليبي ازاي؟ هو ما قبل بداية الموسم المنتهي ده كانوا متأثرين جدا جدا بسبب ان الكرة كانت وقفت اكتر من 15 شهر. 15 شهر؟ فترة طويلة جدا. يعني انا رحت لما 19. رحت في الموسم 2019. اللي قبل اللي فات 2019 2018 أيوة. 2019 يعني انا لما رحت كانت بداية عودة الكرة في الموسم اللي فات، وقفة 15 19 شهر 19 20 اوكي، مفيش دوري ولا حاجة. الاوضاع كانت سيئة جدا، الموضوع كان صعب جدا قوي يعني. في نهاية الموسم ال 19 20 القدرات داخل الفرق الليبية واللاعبين زادت بشكل جيد جدا كده، لان هم في الاصل الى حد كبير عنصر المهارة متوفر عندهم، يعني عندهم حتة الروح. حضرتك عارف القبلية، فهي يعني مسيطرة عليهم في الأداء، كمان حتة العند. فهم حاليا يعني اعتقد ان هم في مكانة وفي حالة الى حد كبير ما تخليناش مستريحين، ما تخليناش مستريحين. لا، لازم نستعد لها بشكل كويس. فوزهم على انجولا والجابون مفاجأة ولا كان ده متوقع؟ لا، مش متوقع ومش مفاجأة، كان وارد، لانه كان ممكن ان هم يتغلبوا مثلا في المباراة التانية خارج ارضهم، كان ممكن هم يتعادلوا. انا ما شفتش المباراة لان انا كنت في الطريق الحقيقة. في الطريق بالظبط. لكن ما اقدرش اقول ان هي مفاجأة، وما اقدرش اقول ان هي كانت متوقعة. يعني كان اي حاجة كان ممكن تحصل واردة، لكن هم النهاردة واقفين على رجليهم ومكتسبين ثقة. لازم تخلينا نستعد للمباراتين بشكل حاد جدا جدا. خط هجومهم شرس، من اقوى الخطوط اللي ممكن تكون موجوده في الفرقه في ليبيا. خط هجومهم خط سواء هجوم. كان على فكره هم عندهم كمان الطرهوني الباك ليفت بتاع سموحه، بتاع سموحه اخذوه، لعيب رائع جدا 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 يعني. ومؤثر في المنتخب، بيأدي في المنتخب بشكل متميز جدا جدا كمان. الماتش اللي هنلعبه هناك، ايه الملاعب اللي بيستقبلوا فيها الماتشات الدولية؟ الماتش هناك في بنغازي، يعني هم الاتحاد الافريقي اقر ان ليبيا تلعب على ملاعبها بس في بنغازي مش في طرابلس. ترتان؟ نجيل صناعي. نجيل صناعي. معظم الملاعب في بنغازي في المنطقة الشرقية نجيل صناعي. فانا اخشى ان هم ياخدونا في ملعب من الملاعب اللي هي النجيل الصناعي. النجيل الصناعي ده برضو هيعوق ادائنا بنسبه كبيره، يعني احنا مش متعودين. وده مزعج جدا، النجيل الصناعي ده مزعج جدا ومحتاج لحساسيه مختلفه، ومحتاج ان انت تتاقلم عليه، انك تشتغل عليه فتره طويله، عشان يعني لازم تتمرن عليه كتير عشان بالزبط. تبتدي تاخد وتتاقلم على رد فعل الكوره وسرعتها يعني. بالظبط.